السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم جيب بنطلون، انا عملته قبل كده وهعمله تاني عشان خاطر الناس اللي هي ممكن في فيديو مش فاهمين فيه شرح يستفادوا من فيديو تاني. وكل طريقة بتبقى ساعات فيها اختلاف شوية عن التاني. طيب انا عشان اعمل بنطلون او جيب بنطلون، ايه المقاسات اللي انا محتاجاها؟ انا محتاجة محيط الوسط، محيط الوسط، محيط الارداف، طول الحجر، طول البنطلون من الخارج، وطول البنطلون من الداخل. محيط الوسط ساعات بنستغنى عنه لو البنطلون فيه استك، القمر فيه استك، بنحتاجه بس لما بنكون عايزين نعمل بنطلون فيه قمر وسوستة او بتلتة، فبنبقى محتاجين محيط الوسط. انا عندي في الجيب بنطلون هنا مش هحتاج محيط الوسط، انا عندي محيط الارداف، هحتاج محيط الارداف وطول الحجر وطول البنطلون من الخارج وطول البنطلون من الداخل. طيب ايه هو طول الحجر اصلا؟ طول الحجر اللي هو من الوسط لحد الارداف، المكان اللي هو لما بيكون الشخص قاعد بيبقى كده. يعني ممكن عايزه عشان تقيسوه صح، خلوا اللي هتعمل البنطلون تقعد كده على كرسي وبتقيسه من اول الوسط كده، من اول الوسط لحد الطول، المقعد اللي هي ايه قاعداه، ده الوسط وده المقعد اللي هي قاعداه، تمام؟ ده طول الحجر. طب مش عارف نعمل كده، هنعمل ايه؟ هنقيس طول البنطلون من الداخل وهنقيسه من الخارج، والمسافة ما بينهم هتبقى دي عندنا طول الحجر، تمام؟ طيب دي طريقة تانية، هقول لكم على طريقة تالتة كمان، اللي هو انا عندي البنطلون هعمله يعني انا هعمله باستك. انا اول حاجة بشيل مسافة القمر كده اللي انا هعمله دي، مثلا مسافة القمر، ومن بعديها على طول ببدأ انزل هنا ربع محيط الارداف، وبعدها ببدأ اشتغل عادي. فهمتوا قصدي؟ طيب نسمي الله كده، انا عندي هنا القماش دوت 2 متر وربع، ماشي؟ في حالة ان البنطلون اطول من متر والعرض محيط الارداف معدي، الدوران بتاع المحيط الارداف معدي المتر، فانا بجيب المقياس مرتين، تمام؟ انا عندي دول 2 متر وربع، تمام؟ وانا تنيتهم على اربع طبقات، انا اللي قدامي دول على مفتوح، الاربع طبقات على مفتوح، يعني انا الجهة اللي قدامي كده العرض دوت عندي 75 سنتي، تمام؟ والطول عندي هنا 112.5، لان ده مقسوم، يعني 2 متر مقسومين على بعض. طيب هنشتغل ازاي؟ اول حاجة انا باخد خط كده، ماشي؟ وبالعرض بتاع المسطرة ديت بعمل خط تاني اللي هو ده القمر بتاع الاستك، ومن بعدها ببدأ ان انا اشتغل. اول حاجة انا عندي محيط الارداف عندي 31.5، انا هنزل من اول الخط ده 31، وهي نفس المسافة عندي ما بين الفرق طول البنطلون من الخارج ومن الداخل، هي لو انت قايسة صح المقاسات دي هتطلع معاكي مظبوطة خالص. وابدأ ان انا ايه اخد خط كده، انا هنا سايبة مسافة، مش شغالة على البورصة على طول، اهو واخدة خط وبشتغل منه، وسايبه مسافه الجزء دوت للبورسل دوت لو احتجت انا زياده من هنا والبورسل ده هطيره. طيب انا هاخد المقاس، هاخد بقى عندي دوران محيط الارداف، ماشي، 31، هاخده هنا وهاخده فوق عند الوسط لان البنطلون باستك، القمر باستك، وهوصلهم ايه؟ هوصلهم ببعض. طيب علشان اخرج هنا واعمل الحردة اللي هي بتاعت البنطلون من هنا ديت، بعمل ايه؟ بجيب محيط الارداف عندي اللي هو الاساسي من غير اي زيادات، وبقسمه على 12، تمام؟ في الغالب هيطلع معاكي، هيطلع مثلا يعني كل واحد طبعا حسب مقاساته. انا هنا عندي
عندي طالع 7 سنتي. خلاص ال7 سنتي دول انا بضبنهم، اولا بعمل هنا 7 سنتي، ده للامام، ده كده للامام. خليكم معايا، هنعمل الامام الاول وبعد كده هنعدل ايه، هنعدل الخلف. ده كده للامام، وببدأ اجيب المسطرة اللي هي الكيرف ديت. خلاص وبعمل ايه، بطلع كده وبعمل حردة من هنا كده. تمام، ببدأ عندي اشوف الطول اللي انا عايزاه، طول البنطلون. وطول البنطلون مش هقيسه من فوق خالص، مش هقيسه من هنا، لا هقيسه من تحت، من بعد ما انا عديت القمر دوت قيمة القمر. ببدأ اقيس من هنا طول البنطلون انا عايزاه قد ايه. انا طول البنطلون عندي عايزاه 1.05 متر، متر وخمسة، فانا هخليه ايه 1.07 متر عشان الخياطة. وببدأ ان انا عندي هنا المقاسات، هي عايزة المقاس وسع البنطلون، وسع رجل البنطلون الداير 80، 80 من فوق زي تحت، عايزة الوسع من فوق زي تحت. فانا ال80 لما نقسمها على الاثنين هيدينا 40 سنتي، فاحنا عايزين الوسع بتاع رجل البنطلون 40 سنتي. عايزاه اوسع من كده، انت عندك مساحة. وببدأ انزل من حردة، الحردة اللي انا اخدتها كده على ايه، على 40 سنتي اللي انا واخده الايه، واخدها من تحت من رجل البنطلون. ده كده في اي مشكلة؟ مفيهوش اي مشكلة خالص. بعد كده هعدل بقى، عشان لما اجي هقص الاول الامام، هقص الامام وبعد كده هقص الخلف. خلاص، بس قبل ما انا اعمل كده انا هقيس الاول، هخرج من هنا بعد ما انا ال7 سنتي اللي انا خرجتهم دول بخرج قدهم تاني بره كده علشان الخلف، ولكن بنزل 1 سنتي تحت سنه، وانا بحرد كده وانا بنزل بالدايره ديت، عشان لما اجي اخيط يبقى الاثنين مقابلين بعض. تمام، وابدا ان انا اعدل بقى ايه، اخرج من هنا 4 سنتي، 4 سنتي، وبعد كده اخد ايه من الحردة دي كده للي انا اخدته تحت ال4 سنتي. وده تعديل ايه، الخلف من الامام. وفي تعديل تاني ان انا برحل الـ 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 الامام وبجيبه كده وبنزل بحرد شوية. وانا بقص هوريكم انا هعمل ايه. اول حاجه لما هقص مش هقص هنا، انا سايبه دي عشان انا محتاجاها. خلاص، ولكن انا اول ما هقص كده الاول من فوق، هقص على الخلف طيب انا كده قصيت الاثنين الطبقتين اهو، قصيتهم على ايه، ان هم خلف. خلاص، هتاخر بقى كده دول كده وابدا ان انا ايه اعدل عندي. اولا انا قلت لكم ان انا ما قصيتش الجزء اللي انا سايباه دوت، المسافه اللي هي 4 سنتي دي، هعدل بقى قدامكم اوريكم انا هعمل ايه. اول حاجه احنا اللي فوق ده عندنا الامام، في الامام من عند القمر كده من عند البطن، ماشي، بيبقى الموضوع من عند البطن نازل 2 سنتي شويه، 2 سنتي او 3 سنتي، ماشي، واخدها من اول الجنب من هنا كده
على الاتنين سنتي دول من على ما فيش، يعني يعتبر اخد من نص المسافة كده اهو، ماشي. وابدأ ان انا ايه اعدل. انا كده ماسكه اول طبقتين في ايدي، وبقص بايه اللي انا خدته ده، نزلت من عند البطن 2 سنتي ودخلت من نص المسافة على ما فيش كده. وبعد كده هقص عندي الايه الجزء بتاع الامام، هشيل كده الطبقتين وهفصل، هاخد 1 سنتي كده خياطة وابدأ اشيل الزيادة. ادي كده الزيادة اللي طلعت ايه من الامام. وبعد كده هفصل بقى، هفصل هنا عندي، هفصل عندي الامام من الخلف برضو، هشيل هسيب اول طبقتين تحت انا سايباهم اهو، والطبقتين اللي فوق دول هسيب 1 سنتي 1 سنتي واخرج ايه واقص على طول. بس في حاجة صغيرة هنعملها من عند الجنب، هنبدأ بس نعدل، بدل ما هو ما خط ستريت كده جاي خط ستريت كده، انا هرفع الريجة شوية عشان الريجة التانية انا مش عارفة انا حطها فين دلوقتي ايدي، فانا هرفع الريجة عشان ما اخدش التقويس الجامد ده. فانا هاخد كده حاجة ايه من فوق كده، السنتي اللي انا هاخده زيادة لبره ده هاخده لحد بعد طول الحجر، هنزل كده بكيرف بسيط لغاية ايه لغاية تحت، وانا بقص بقى ايه هتعمل. خلاص انا كده ايه فصلت الامام من الخلف اهو، هنبدأ نعمل التعديل. طبعا انا هنا سايبة لسه الجزء ده، انا لسه ما خرجتوش ما قصتوش. هعمل ايه؟ ببدأ ان انا من هنا كده ارفع الامام كده وادخل هنا، ادخل جوه شوية في الخلف قيمة 2 سنتي او 3 سنتي، ماشي. وببدا ان انا انزلها كده على ايه على الكيرف اللي انا واخداه دوت، يا بنزلها بمسطره مستقيمه عادي، يا اما بنزلها بحاجه كيرف، يعني انا انزلها معاكم، ممكن انزلها معاكم دي برضو عادي، الرجل اللي هي العاديه خالص اهي، لحد ما اوصل بس للايه للحرده اللي انا عاملاها اهي، واقوم ايه قصاه. اهي ده الجزء اللي انا ايه اللي انا شلته، تمام. هبدا ان انا احط فين الجزء ده بقى، ممكن ترحله بقى الايه الامام كده، ترحلوه سنه كده وتبداوا انك انتوا ايه تقصوا على الخط عادي. وممكن اقتراح تاني، الحته اللي انتوا قصتوها من هنا دي هي اللي ايه هي اللي هنحطها هنا ونعلم، نبتدي نحطها كده على الخط ده، ماشي. واللي احنا قصيناه هنعلم اهو، اهو علامه اهي، اكنك بتعملي بقى بالكيرف وهتنزلي على الخط عادي خالص اهو. بصوا بعد ما انا عملتها هعدلها لكم كده بالريجة عشان تظبطوها كويس، انا هطلع بالريجة كده فوق شويه عشان اظبطها قدامكم اهو، وهنا هنزل على الخط عادي خالص اهو. فهمتوا كده احنا عملنا ايه؟ وابدا ان انا انزل الخط اللي هو ايه السنتي الخياطه من الخط اللي انا واخداه اهو، يعني انا نزلت اهو بالريجه وبعد كده نزلت من الريجه دي على 1 سنتي كده على طول اللي هو الخياطه، سهله خالص اهي. احنا بس عوضنا الايه
عوضنا اللي احنا دخلناه من هنا من الحردة بتاعت البنطلون نفسه من الخلف، حطيناها في الجنب. خلاص هقص بقى كده البنطلون عادي. بعد ما قصيت بقى هنا الجنب كده بتاع الخلف، في الامام احنا نزلنا من منتصف الحردة ماشي 2 سنتي، لا احنا هننزل من الجنب في الخلف 2 سنتي، يعني عكس الامام. الامام بيبقى عند البطن بننزل 2 سنتي، والارداف لأ بنبقى العلوة هو واحد بس الجناب هي اللي بننزل منها ايه 2 سنتي. وبنيجي كده برضو على مفيش من منتصف الايه الوسط كده اهو، ونشيل الزيادة دي. وده بقى الخلف وده الامام. طبعا انا مش عارفة هو باين لكم ولا لا عشان اسود، بس ان شاء الله يكون ظاهر لكم. بصوا لما انا اجي احط الخلف على الامام اهو، انا عندي الخلف مرفوع والامام نازل ايه نفس المسافة اللي هي 2 سنتي، والحجر بتاع الخلف خارج عن حجر الامام عشان يبقى مستريح تمام. والخلف بيبقى داخل شوية لجوه عن الامام، وده الصح، ده افضل حاجة عشان لما تلبسي البنطلون او العميلة تلبس البنطلون تحس انه مرتاح ومظبوط عليه. اهم حاجة خدي المقاسات مظبوط، خدي المقاسات مظبوط وان شاء الله الشغل هيطلع معاكي ايه كويس. طيب انا البنطلون عندي هنا هعمل فيه جيوب ماشي، اقوم اخد بقى ايه الخلف ده هشيله اهو، وهشتغل على ايه على الامام. عايز اعرف ان البنطلون هيتعمل فيه جيب سيالة، ممكن تعمل فيه جيب سيالة، وممكن يتعمل فيه الجيب اللي هو اللي هو بيبقى في الترنجات او البناطيل اللي هو بتقصي عليه الجيب على طول. الشكل هوريك انا الشكل عامل ازاي، بس انا عامله علامات اهو، عندي الحجر وعندي بداية الوسط. لما باجي اشتغل انا بقيس الاول مقاسات من هنا، وبعد كده انا بقص الجزء اللي فوق معاها عادي. طيب انا عايز اشوف الجيب عندي لما انا اجي احط ايدي كده هيكون ايه المسافة دي عندي قد ايه تمام بالواي، ما هو من غير اي حاجة. فبنزل عن خط المنتصف قيمة ايه 12 سنتي. طيب ولما ادخل قد ايه برضو هشوف المسافة دي قد ايه واحطها، هنعتبره ان هو 12 في 12. واخد ايه واخد علامة كده، ولما اخدها مش هاخدها بس على الخط ده، لا هطلع بقى بيها ايه على فوق. ممكن نقللها ازيد من كده، ممكن نخليها 10 مثلا. انا عندي فوق اهي 12 وهنا 12 خلاص، بس طبعا من غير الكمر. انا قايسه من هنا 12، ولما قست من فوق هنا جت 12 برضو. طيب عايزه الجيب قد ايه، الطول بتاعه من تحت هنا قد ايه. بصوا في حاجات كده ما بتبقاش ليها مقاس محدد، الا المقاس هو اللي قدامك اللي بيحدد ايه انت هتنزلي قد ايه. طيب انا عايزه مثلا هنزل 12 سنتي كمان، يعني انا نزلت الاول من الوسط هنا من الوسط بعد الكمر 12، وبعد كده نزلت 12 تاني. خلاص هدخل بقى قد ايه، هشوف المسافة دي عندي قد ايه، هدخل من هنا برضو 12، او اخش من هنا 10 سنتي، اشوف الطول ده عندي قد ايه هنا 30، هنزل هنا 30 واعمل علامة، وابدا ان انا ايه هعلم كده علشان لما اجي ارسم لما اجي احط الرسمه بتاعت الجيب يبقى عندي واضح ايه انا هقص قد ايه. بعد ما برسم كده ورقه الجيب على الباترون نفسه بتاع البنطلون اهو، بقيس هنا عندي الطول قد ايه، طول الورقه اللي انا عايزاها قد ايه
تمام. طولها 30 في العرض 24.5 او 24. طيب فاحنا عايزين ايه؟ اربع طبقات، اربع ورقات، كل ورقة طولها 40 30 سنتي، طول 30 سنتي في عرض 24 ايه ونص. طيب اول انا عايزة ورقتين منهم دلوقتي، وورقتين التانيين ايه هسيبهم زي ما هم. بعد ما اجيب الورقتين دول هجيب كده البنطلون اهو، هظبطه عليها بالظبط الجنب على الجنب اهو، وهريح الحاجة كده على البنك اكن حد لابسها، ما يكونش فيه اي كلكع ولا اي حاجة، واظبط كده الحاجة قدامي بالظبط خلاص. وابدأ ان انا اعمل ايه بقى؟ ثبتي القماش بتاعك كده، ثبتي ثبتي الورق دوت مع البنطلون اهو. هبدأ ان انا اقص الجيب مع بعضه اهو، العلامة هنا هسيب 1 سنتي. انا كده بعمل كده في ورقتين بس، والورقتين التانيين سلام خلاص اهو. انا قصيت كده اهو ماشي. بعد كده بظبط الورقتين. بصوا عندي انا طبعا نازله من الامام، نازله من الامام على اتجاه البطن قيمه 2 سنتي من هنا، فنازله على ما فيش. فانا هنزل كده مع الخياطه اهو، مع القص اهو، نفس الايه، نفس المساحه كده ايه. دول الطبقتين اللي هما القلبه، دول الورقتين اللي هما القلبه، والورقتين التانيين اللي هما بيبقوا كده بقى، بيبقوا مساويين البنطلون، بيبقى كده. انا هشيل دي كده، هشيل اللي انا قصيتها، وابدا احط لكم ده التاني كده اهو. وبظبط خالص لان انا عندي خطوط لسه اهي. بعد ما ظبطتها كده الورقه ده بس اللي انا بعدل فيه حاجه واحده، اللي هي ايه؟ اللي هي النزله اللي انا المفروض اعدلها دي، اللي هي الميل، الميل البسيط اللي من نص الورق ده اهو. مش عارفين تظبطوها، ممكن بعد ما بعد ما تقفلوا الجيب ممكن تساوي القمر قبل ما ايه، قبل ما تشتغلوا فيه. وهعلم ان ايه ده الاتجاه اللي فوق عشان ايه ما تلخبطش، اللي هو اللي انا منزلاه مع البنطلون، وده اتجاه الجنب. تمام. يبقى انا عندي البنطلون ادي الامام، وادي الجيوب بتاعته، ادي ورق الجيب، واربع ورقات جيب اهو تمام، وادي الخلف. ادي الخلف، الخلف، وادي الامام، وادي الورق الجيوب بتاعت الايه، بتاعت الامام. يا رب تكونوا استفدتوا، لو في حاجه مش فاهمينها قولوا لي وانا تحت امركم هعد لكم تاني مفيش مشاكل. وفي فيديوهات ان شاء الله هعملها لكم تاني برضو عن الجيب بنطلون. مع السلامه.